بعد غيبوبة لأكثر من شهر، الفنان محمد الغاوي يفارق الحياة. توفي اليوم السبت الفنان المغربي محمد الغاوي عن عمر يناهز 67 سنة بعد تعرضه لوعكة صحية رقد على إثرها في المستشفى. نقل الراحل ابن مدينة سلا في أواخر شهر دجنبر الماضي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط على إثر تعرضه لنزيف داخلي في المخ. أجرى عملية جراحية دقيقة وظل يرقد بقسم العناية المركزة في حالة غيبوبة بذات المستشفى. ويعتبر صاحب أغنية الغربة والعشق القادي من أبرز رواد الأغنية المغربية المعاصرة. بدأ مساره الفني في سن مبكرة، أغنى الخزينة الفنية المغربية بأزيد من 80 عملا فنيا جمع بين الأغاني الوطنية والعاطفية. وأكد الفنان عبد العالي الغاوي في اتصال هاتفي مع جريدة العمق خبر وفاة شقيقه محمد الغاوي الذي كان يرقد بقسم العناية المركزة في المستشفى العسكري منذ أكثر من شهر نتيجة تعرضه لنزيف في المخ. يشار إلى أن آخر ظهور للفنان محمد الغاوي خلال جنازة المخرج الراحل محمد عاطفي رفقة كل من الإخوة رشيد وهشام الوالي. ويذكر أن محمد الغاوي رحمه الله من مواليد سلا عام 1956 وهو فنان وشقيق الأكبر للفنان عبد العالي الغاوي، يملك أزيد من 80 أغنية اشتهر بها لدى الجمهور المغربي.